هل يجوز للإمام الرسمي بالجامع أن أن ينيب غيره في أن يصلي بالناس نظرا لتمكنه إذا كان هو حاضر وملازم ووجد غيره ممن هو يصلح لما فلا حرج أن يقدم غيره أن يصلي بالناس لكن لا يدفع ذلك إلى التهاون أو التساهل أو التأخر بحجة أنه ينيب غيره ليصلي بالناس